السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علينا هنا قاعدة عالجة شنو؟ أمراض بتاع شنو؟ بتاع قلب. زول إنه مرض بتاع قلب علينا جينا عالجنا وشنو؟ في دورة زي ما شايفينه دورة بتاع قلوب. هاي لو عندك مرض قلب تعالينا هنا نديك دواء بتاع قلب. أي بيت في الدنيا ده لو ده تحبه بيحب الدواء ده دواء بتاع قلب. الزول لازم أيانا داس يشيله حبتين. عندنا أكثر راجل لسه شغل لسه جاي قريب. الدريب يعني جاي يا جماعه فايل هاي بسيط انتهى وطوال المفروض ابو شنو؟ المفروض ابو شعر هناك طوال يعني لو فرد ايه لقوا هناك في الشارع وقفوا قالوا له كريم نسنا قابل طوال فيديو يجيب معه وهو يستمر طوالي يعني ده بيبقى قلنا بتاع شنو؟ بتاع هوب بتاع شايف في جروب ده بتاعنا هاي معظم دكتور ماتاي لهوب والامراض بتاع قلب ده لو جابوا جزاره تاشي لك دوتين من هنا قلبه بيضل أدوار بيبرو تاني هاي ومعكم سلام. السلام عليكم يا جماعة. والله كلام دكتور ما انت عيسى والله الدواتين ليش انت من الحناية من الشريط ده أسا شربته زائد الحناية ده زائد الدريب ده شغل ليش اشتغل مرة واحد. أنا من زمان والله قلبي مكسور كسروا ده 10 نفر من بنات أسا شفت الأيامات دي كلها جارة كده ما خاش الحب الحب ده ما خاش الراسي أسأل الدكتور مانتاي لا حليني وشغل لا سبيك بيك بنا اشتغل لنا الشهر ما في بيت قدامي شايفين ما كون دراجي لكن لو كان شهر لي بيت هنا بكون قام من قبل ذات مشيل له مشيل الأشيشت معه وكده لازم يزول يجي هنا يا جماعة من الصيدلية تاع مانتاي أو مستشفى مانتاي يجي يشيل له دوتين زي ما شايفين الدورة فيه بلو عين له يا جماعة حاجة سمح كده إن شاء الله يا جماعة يعطيكم كلكم.